طلب تخصيص طائرة خاصة لرحلاته هو وأسرته، واشترط الحصول على عدد من السيارات الفاخرة ومنزل بمواصفات خاصة وغيرها من شروط وطلبات وصفت بالمجنونة. صحيفة ذا سان البريطانية كشفت عن عدة شروط فرضها النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا للالتحاق بنادي الهلال السعودي، تاركا بذلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية. ومن بين تلك الشروط الحصول على أسطول من السيارات الفاخرة، وتشمل سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي وأستون مارتن دي بي إكس ولامبورغيني هوريكين وأربع سيارات مرسيدس جي واغنز، إلى جانب سائق متاح على مدار الساعة يومياً له ولأصدقائه وعائلته، إذ تصل كلفة السيارات فقط لقرابة 650 ألف دولار. أما بالنسبة للمنزل فقد طلب النجم البرازيلي أن يضم نحو 25 غرفة على الأقل لكي يتمكن أصدقائه وعائلته والوفد المرافق له من البقاء معه، بشرط أن يحتوي المنزل على مسبح كبير وثلاثة حمامات ساونا وثلاجة ممتلئة طوال الوقت بعصير من علامته التجارية المفضلة، بالإضافة لمشروبات أخرى لأصدقائه وعائلته، إلى جانب وجود خمسة عمال بدوام كامل ومساعد طاه لمساعدة الطاهي البرازيلي الخاص به، وكذلك شخصين للاعتناء بالتنظيف. لم يتوقف نيمار عند هذا الحد، بل طلب أن تدفع جميع تكاليف إقامته في الفنادق والمطاعم والمدن التي قد يزورها في أيام عطلته من قبل مالكي النادي السعودي. قد تظن عزيزي المشاهد أن هذه الطلبات ستكون بدلاً عن راتبه، لكن الحقيقة أن هذه الطلبات ستكون على هامش راتبه السنوي والذي يصل إلى نحو 110 ملايين دولار. ما رأيك؟ هذه الصفقة